جاهزة نعمل حرب؟ يلا يلا بينا. سنة 73 وضعنا كان صعب قوي جدا بجميع المقاييس، بالورق والقلم احنا كنا مهزومين في كل حاجة. حتى الدول اللي بره بيقولوا ما عندكوش حاجة تفاوضوا عليها. مهزومين يعني؟ كل الدول اللي حوالينا كمان ما كانتش مصدقة ان احنا ممكن نعمل اي حاجة في الدنيا. ده البحر الأحمر، ودي كانت فلسطين قبل ما إسرائيل تحط إيد عليها، وده البحر المتوسط. حربنا كانت في المكان ده، في الحتة دي. هم خدوا كل المنطقة دي، كل ده خدوا ضموه للأراضي بتاعتهم. كل ده؟ كل المنطقة دي. أوكي؟ إحنا كنا واقفين على الشريط الحدودي ده، اللي هو الشريط المائي ده بتاع قناة السويس. أوكي؟ واللعبة ما كانتش معدات بس، إحنا معداتنا كانت قديمة، كلها جايه من الاتحاد السوفيتي، وكلها معدات من ايام الحرب العالميه الثانيه، وهم كان معاهم احدث سلاح في الدنيا. كان عندهم طياره فانتوم بتقدر تطير وتعمل مناورات لمده 4 ساعات، احنا طياراتنا كانت بتطير بالتلت ساعه والربع ساعه والعشر دقائق. فاهم حاجه؟ يوم الحرب ما كانش اختيار عادي، يعني معنى انه عشان نقدر نحارب كان لازم ندور على كل العوامل اللي تساعدنا ان احنا نقدر نوقع ده. حكيت لك قبل كده ان في واحد ذكي جدا، اوكي، اسمه باقي، افتكر الاسم ده كويس قوي. الراجل ده فكر انه زي وقع الساتر الترابي ان هو يضرب ميه فينزل الساتر الترابي كله في القناه عشان نطلع. اوكي، جه المشير الجامسي عمل دراسه كامله ازاي نقدر نختار يوم، فنقى 3 ايام في السنه، والتلات ايام دول هم انسب ايام نقدر نهاجمهم فيها. نقينا يوم عندهم فيه عيد ما بيعملوش اي حاجه خالص. سبت يوم كيبور. يوم كيبور ده يوم عيد عندهم، بيطفوا الإذاعات والتلفزيون وبيطفوا كل حاجة عشان البلد كلها بتنام. احنا نقينا اليوم ده، ونقينا الساعة 2:05 الظهر، الشمس في الوقت ده بتبقى من عندنا احنا، عدت خلاص من الشرق، بصي وجاية كده وبتضرب فين؟ في وشهم. فتخيلي الإحساس ان الشمس ضربة في طيارات هتضرب فيهم. فاهم احنا فين؟ نقينا وقت كمان صعب جدا. الليلة دي كمان كانت ليلة نصها قمر، القمر فيها بيبين الدنيا، نقدر نشتغل ونعدي، بعدين بتضلم عشان ما يشوفوناش بعد كده. كل ده قعدنا نحسبه واحده. حسابات جامده قوي. طبعا طبعا الموضوع خد وقت كبير جدا، وكان في ناس شغاله بسريه رهيبه، وانت عارفه طبعا اتكلمنا على الاستراتيجي بتاعت اكتوبر قبل كده، عملوا ايه كمان. ما فيش حرب قبل الحرب دي دارت ابدا الساعه 2 الظهر. الحرب يا اما مع اخر ضوء، يا اما مع اول ضوء، يا اما فجر يا ليل. حر قوي في النص ده. في النص مش بس حر طبعا، احنا في حرب اكتوبر، احنا كمان صايمين، احنا في رمضان العاشر من رمضان. الجنود رفضوا ان هم يفطروا في الوقت ده على الجبهه. كل الناس قاعده بيمصوا قصب، قاعدين عادي بياكلوا سندوتشات، بيستحموا، هم مش شايفين اي حاجه خالص غير ان احنا قاعدين مسترخين تماما. فجاه القرار جه، الجنود خرجوا في لحظه. بصي بقى اللي حصل. اول حاجه، المجال ده كله المفروض في الحرب الطبيعيه ان هم يحصل ضرب، ندخل من نقطه معينه علشان نقدر نخبط ونعدي كل القوات من النقطه دي. احنا ضربنا بجميع العرض ده كله، 5 فرق من الجيش كلها في وقت واحد بدات تتقدم. قبلها على طول حصل حاجتين، قصف نيران مدفعيه كبير جدا، بدانا نضرب بالمدافع مره واحده، في نفس الوقت عدت طيارات كتير جدا جدا بعرض القناه كلها. احنا بنتكلم في عدد ما حصلش قبل كده في أي حرب في الشرق الأوسط. عدى من هنا العدد ده كله، وبدأ يضرب أماكن محددة، منها طبعا أهم حاجة الخط بارليف والساتر الترابي، بدأ يفجر ويكسر كل ده تماما عشان يمهد للقوات تدخل. في الوقت التاني ده حصل إيه؟ إن في سلاح مهندسين جه مد كباري كاملة وراحوا بالزوارق جنبها في يوم واحد. كل ده مش في يوم واحد، ده في ساعات. إحنا في 18 ساعة دغدغنا خط بارليف كله، اللي كانوا دايما عمالين يقولوا اساطير عنه. قبل ده بيوم في غواصين نزلوا تحت القنال في الميه من غير ما حد ياخد باله. اوكي، في الليله اللي قبلها على طول وراحوا مسدين النابالم عشان ما يضربش في الكوات بتاعتنا بالاسمنت، اسمنت بيقفل في الميه، وقفلوا الحاجات كلها عشان لما يجوا يدوسوا كده ما يلاقوش نابالم كمان. يس يس يس. وبعدين دخلنا ضربنا طيران مدفعيه كله في وقت واحد، دكينا كل ده، العدد ضخم جدا من الجنود عندهم ماتوا، كسرنا الدنيا تماما. وبدأت الكباري تعدي واحدة واحدة، وكبري للدبابات وكبري للمشاة، وبدأنا نعبر العبور الأكبر في تاريخنا. فاهم حاجة؟ وبعدين
وصلنا لمرحلة الرعب دخل عندهم لمرحلة إنه القادة ما كانوش مصدقين إن الحرب دي بتحصل، والجنود مش مصدقين بيسيبوا السكنات بتاعتهم وبيجروا، مش مصدقين إن هما بيتضربوا، مش متخيلين بعد 6 سنين من الثقة الكاملة إن مصر دخلت تضربهم. مش دي المفاجأة الوحيدة؟ في نفس الوقت بتاع الضرب بتاعنا إحنا كنا متفقين مع سوريا اللي برضو كانت محتلة جزء كبير منها، هضبة الجولان مثلا، في نفس الوقت الحدود بتاعتهم هنا مع فلسطين فجأة بدأوا هما كمان الضرب. أنت متخيلة الفزع إن هم لقوا من اليمين والشمال في نفس الوقت في ضرب، القوات السورية داخل من هنا وقوات المصرية داخل من هنا، جحيم عاشوا رعب ما شافوهوش في حياتهم. في اللحظة دي نكمل قصة البطل الرفاعي. يلا إيه اللي حصل؟ في طيارات هليكوبتر طلعت عدت في المنطقة دي، وطبعا احنا قفلنا طبعا من هنا العبور في البحر عشان فيش اي حاجة تعدي. اوكي، ففي اللحظة دي طلعت الطيارات وبدأت تسقط القوات الصاعقة، وعلى رأسهم مين؟ ابراهيم الرفاعي. نزل مع الفرقة بتاعته وبدأ ياخد مهام قتالية رهيبة. تخيلي بقى ان هما بيتضربوا من هنا ومن هنا، وفي النص نزل لهم الرفاعي وفرقته وفرق كتير طبعا، وبدأوا يكسروا لهم كل حاجة. اللي بيحاول يهرب بيموتوا، السكنة اللي بيبقى ليها حراسات بيدخلوا يدغدغوها، أي نوع من أنواع الكول، عربيات، دبابات. كان بيقول جملة كده واحدة، يقول لهم العسكري الضابط بدبابة، يعني كل واحد فيكم يدغدغ دبابة. كانوا بيجروا بالأسلحة ويجروا ورا الدبابة ويقتحمها ويفتحها ويرمي القنبلة ويفجر الدبابة، كل واحد لوحده. دي أول حرب في التاريخ يبقى الإنسان قصاد دبابة. أوكي، عمل لهم خسائر ورعب هنا غير طبيعي. أوكي، يوم 19 أكتوبر خد مهمة مرعبة، إن هو يروح يفجر جسر ممكن يعدوا من عليه معدات ويعملوا من عليه هجوم على الجيش المصري. دخل وقدر فعلا ينفذ المهمة، ولكن في أثناء تنفيذ المهمة للأسف خد شظية، لأنه رفض إن هو يمشي من مكانه، صاب إصابة عنيفة جدا، ونجحنا إن احنا نجيبه، ما سبناهوش هناك. لكن لما وصل المستشفى اللي حصل؟ مات، استشهد. بطل فضل طول عمره يحاول يكسر في كل حاجة واقفة قصاد مصر، ومرضيش أبدا يموت موت عادية، كان لازم يموت في المكان ده، وتحول إلى أسطورة لغاية النهاردة. ليه مكان في قلب كل بني آدم جوه الصاعقة وكل بني آدم في الجيش، أصبح ليجند. ده سوبر هيرو حقيقي على فكرة، ده مش زي السوبر هيروز اللي بيظهروا في الأفلام. مش لازم يصير يعني. مش لازم يصير، بس هو فعلا كان أقوى مما تتخيلي. استشهد رفاعي وقواته فضلت مكملة من بعده، وهم لدرجة عشان تفهمي قد الرعب اللي كان موجود، لما الراجل ده اتصاب وقالوا في اللاسلكي انه رفاعي وقع، الاسرائيليين ما كانوش مصدقين نفسهم، حسوا ان هم عملوا حاجه، ان هم قدروا يعني يصيبوا هذا الرجل. لاخر لحظه كان بيضرب بالرشاش، لاخر لحظه كان شبه المنسي بالظبط، ماتوا في ايده السلاح بتاعه، وفضل يضرب لغايه اخر طلقه معاه، واستشهد وهو في اثناء المعركه. فهمتي النهارده ليه في علاقه ما بين المنسي ورفاعي؟ يس. الحرب فضلت دايره، وهم كانوا حاطين في دماغهم قادة الحرب المصريين انه تفضل الحرب دي مستمرة كتير قوي، علشان ده بيهلك الدولة الإسرائيلية. ليه؟ لأنها قليلة، وكل الجيش اللي موجود هم الشعب الإسرائيلي المحتل، فطبعا قافلين محلاتهم، قافلين كل حاجة، ما فيش اقتصاد. ففضل يستنزف في الوقت ده، احنا فضلنا نلعب على استنزافهم بشكل كبير جدا لغاية ما قدرنا فعلا نجدهم بشكل كامل. وبعد كده تدخلت الدول الأمم المتحدة وحصل وقف للقتال، واحنا عملنا اللي احنا عايزينه. احنا ما كناش داخلين عشان ناخد كل الارض، احنا داخلين عشان نلوي دراع. خدنا 15 كيلو من سينا، قدرنا ناخدهم بالمطارات بكل حاجه عشان نقدر ندخل مباحثات، وكملنا كل حاجه بالسلام، وفي الاخر خدنا الارض لغايه طابا، استلمناها منهم ورجعناهم في مكانهم تماما. ولغايه النهارده لسه بيقولوا على الانترنت، بيقولوا ان احنا اللي كسبنا الحرب. طب وهو نتيجه الحرب ايه؟ مين مع الأرض؟ مين اللي مع الأرض؟ لو كنا دخلنا عندكم سينا وخرجنا، يبقى مين اللي انهزم؟ احنا. صح كلام؟ صح. هي دي قصة حرب أكتوبر. هي بقى ولا ننزل نخرج بصراحة ألذ، بس يعني مش كده؟ ممكن ننزل برضو. تستحق فيلم صح؟ طبعا نعمل لها فيلم. نعمل لها أفلام كمان، مش كده؟ طبعا.